إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. اهلا بكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على قناه صحه وتخسيس. الناس اللي اول مره تشوفني يا جماعه على القناه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع الاول نشوف الفيديوهات اللي بنقدمها على قناه صحه وتخسيس، ولو عجبتنا الفيديوهات يا جماعه ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. طبعا كلكم سمعتوا عن فقدان الشهية المشهور بالأناروكسيا أو بمعنى النهم، أو حالة هي عبارة عن حالة اضطراب في الأكل بتؤدي إلى رفض شديد لتناول الطعام، وبالتالي نقص هائل في الوزن وطاقة الجسم الأساسية، وعلى إثرها بتتوقف الكثير من أجهزة الجسم بسبب نقص الطاقة اللي بتصل من خلال التغذية والبروتينات. مين أكتر ناس بيصابوا مرض فقدان الشهية؟ الإناث أكتر الفئات يا جماعة المتضررة، ولكن برضو الذكور والأطفال بنسبة أقل. فقدان الشهية كمان يا جماعة أكتر شيوعا عند كبار السن نتيجة التغيرات في الجسم المؤثرة على الأعضاء المختلفة. لازم نعرف أن من أنواع فقدان الشهية نوع اسمه فقدان الشهية العصبي اللي هو الأناروكسيا نيرفوزا أو البوليميا، وفقدان الشهية لدى الأطفال. الأناروكسيا نيرفوزا ده مرض نفسي وجسماني يصيب الكبار والأطفال، ويرتبط كمان بتغير في حاسة التذوق. النهاردة يا جماعة هنعرف مع بعض كل الأسباب اللي تؤدي إلى فقدان الشهية، كل الأسباب يا جماعة، وهنعرف مين المختص بعلاج مشكلة فقدان الشهية، وبنعتبر مرض فقدان الشهية من أنهي نوع من الأمراض. كل ده هنعرفه في الحلقة دي، بس انتظروني بعد الفاصل. الفاصل، اهلا بكم مرة تانية في قناة صحة وتخسيس. من اسباب فقدان الشهية الشائعة يا جماعة عندنا اي واحد يجيله نزلة برد، الانفلونزا، احتقان الانف والحساسية، الامساك، مشاكل الجهاز الهضمي، الناس اللي عندها تسمم غذائي، ارتجاع المريء يا جماعة اللي بنسميه الجيرد او الجاستيو اسوفيجيال ريفلكس ديسيز، وده عبارة عن اضطراب بيأثر في العضلة العصيرة اللي موجودة اسفل المريء اللي بتفصل ما بين المريء والمعدة، فبيؤدي الى ارتجاع احماض المعدة الى المريء. عندنا جرثومة المعدة، سرطان القولون والمعدة، التهيج اللي بيحصل للمعدة، الحساسية، عدم توازن الهرمونات، سرطان القولون يا جماعة والتهاب القولون، التقرحي اللي بنسميه الالتريتيف كولايتس، وده عبارة عن التهاب يصيب القولون والمستقيم. عندنا كمان احتقان الأنف والحساسية بتسبب فقدان شهية. من أسباب فقدان الشهية المزمن اللي ممكن يطول مع البني آدم عندنا مشاكل الجهاز الهضمي كلها جميعا، بمعنى أن القولون العصبي، التهاب السحايا، مرض اسمه مرض أديسونز اللي هو أديسونز ديسيز، ده عبارة عن بيسبب لي قصور في وظيفة الغدة الكظرية. عندي مرض تاني اسمه كرونز ديسيز أو داء كراون، ده بيؤثر في قدرة هضم الطعام ويتميز بأعراض الألم والإسهال. الناس اللي عندها الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن، والربو كمان عند الأطفال ده عبارة عن مرض التهابي مزمن بيصيب المجاري التنفسية عند المريض. مشاكل التنفس كلها عموما بتسبب فقدان للشهية. الناس اللي عندها السكر، والناس اللي عندها التهاب البنكرياس اللي هو البنكرياتايتس، الناس اللي عندها أمراض الكبد المزمنة ومرض الكبد الكحولي اللي هو alcoholic liver disease، اللي هو الناس اللي بتدمر الكبد بتاعها عن طريق ان هي شربها المستمر للكحول. كمان الناس اللي هم عندهم التهاب الكبد الوبائي سي اللي هو فيروس سي. عندنا فشل القلب، في ناس بيحصل عندها التهاب في الشغاف بتاع القلب اللي بنسموه endocarditis، دي عبارة عن عدوى نادرة وخطيرة
يعني ممكن تؤدي للوفاة، بتصيب الطبقة والبطانة الداخلية للقلب. طيب ايه صفات المشكلة دي يا جماعة؟ بتعمل لي بطء لضربات القلب واضطراب في ضربات القلب، والقلب كمان الحجم بتاعه بيصغر بسبب انخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم. احيانا بتزيد نسبة الكالسيوم في الدم، بتعمل لي فقدان للشهية. كمان التهاب المفاصل الروماتويدي اللي هو اسمه روماتويد ارثرايتس بيسبب فقدان للشهية. كمان سرطان المبايض، السرطان بصفة عامة، الإصابة بالإيدز، فرط نشاط أو نقص أو قصور في عمل الغدد الدرقية، الحمل، وكمان الحمل خارج الرحم اللي بنسميه الإكتوبيك بريجنانسي، والفترات اللي هي ما قبل الحيض. دي كلها يا جماعة أسباب بتؤثر على عملية فقدان الشهية، وبتؤثر بشكل مباشر في فقدان الشهية لدى. طيب يا جماعة، عندنا في أسباب فقدان الشهية النفسية، زي الناس اللي بيجيلها الاكتئاب، القلق، التوتر، الناس اللي بيجيلها نوبة خوف، حزن شديد، ده يا جماعة بيأثر في الجسم والعقل وطريقة الأكل وبتسبب فقدان الشهية. كمان فقدان الشهية بيبقى أثر جانبي للأدوية، زي الناس اللي بتاخد بعض المضادات الحيوية ليها أثر جانبي إن هي فقدان الشهية، مضادات الاكتئاب، العلاج المناعي، العلاج الإشعاعي، العلاج الكيميائي بالنسبة للناس اللي عندهم السرطانات، المخدر، أي مخدر مستخرج من الأفيون والمورفين بيتسبب فقدان للشهية. عندك نقص الفيتامينات، خاصة فيتامين سي ومعدن الزنك أو فيتامين الزنك. الناس اللي بتخضع للجراحة الكبيرة بسبب التخدير العام، التخدير كله يا جماعة بيسبب فقدان للشهية. مرض اليد والقدم والفم اللي هو hand and foot and mouth diseases نتيجة عدوى فيروسية بتسبب تقرحات في الفم واليدين والقدمين، ده كله يا جماعة بيسبب فقدان الشهية. عندي اضطراب اسمه نهم الطعام اللي هو pink eating disorder. يعني ايه؟ فيها الانسان بيقعد ياكل كميات كتيرة جدا في الاكلات يا جماعة، في الاكل، بيحب الاكل، بياكل كتير جدا، بعد كده يشعر بالذنب ويتخلص من الاكل بطريقة غير صحية، زي ان هو يحط صباعه في بقه علشان يرجع الاكل. ده حاجة من الحاجات اللي بندرجها تبع اسباب فقدان الشهية. في مرض اسمه حساسية القمح اللي هو كوليك ديسيز، ده نتيجة رد فعل مناعي ضد الجلوتين اللي موجود في القمح والشعير والحنطة، بيسبب يا جماعة فقدان للشهية. الناس اللي عندها الزهايمر والخرف، الديمانتيا والزهايمر ديسيزز، ده يا جماعة بيعمل تدهور للقدرات العقلية عند المريض بشكل بيؤثر على حياته وطريقة أكله. كمان الإصابة عندي بأمراض نقص التغذية زي الجفاف والنحافة المفرطة من الأسباب المباشرة اللي بتؤدي إلى فقدان الشهية. عندنا يا جماعة كمان من أسباب فقدان الشهية الديزنتري أو الدوزنتاريا أو بنسميها باللغة العربية الفصحى الزحار. ده عبارة عن التهاب بيصيب الأمعاء خاصة القولون، بيخلي الإنسان يجي عنده إسهال شديد، بس في الإسهال بيبقى فيه دم ومخاط كتير، وبالتالي يشعره بشعور إنه هو عاوز يرجع على طول وفقدان دائم للشهية. عندي ده الجيارديات اللي هو الجاردييزيس، ده بتسببه طفيليات اسمها الجيارديا لامبيليا، وده عبارة عن التهاب بيصيب الأمعاء الدقيقة بيسبب فقدان للوزن. كذلك الأمر ده الليشمانيات، في مرض اسمه كولورادو حمى القراد، مرض التلاسيميا، الناس اللي عندها ارتفاع الكوليسترول المزمن، الناس اللي بتاخد مواد منبهة زي الكوكايين والكافيين والنيكوتين أو بمعنى أصح إدمان المخدرات، الناس اللي عندها التهاب في الزائدة الدودية، عدوى فيروس غرب النيل، الحمى الصفراء، انفلونزا الخنازير، كل ده يا جماعة بيأثر على فقدان الشهية عند المريض. طيب دكتور، في عوامل بيولوجية ممكن تأثر في ان المريض يجيله فقدان الشهية؟ ايوة يا جماعة، عايز اقول لكم ان الجسم بيفرز مهدئات طبيعية بتقلل الشعور بالجوع. الدراسات اظهرت ان في اختلال في وظائف النواقل العصبية، خاصة السيروتونين والادرينالين والدوبامين اللي هم مسؤولين عن تنظيم الشهية للطعام من خلال الهايبوثالاموس. الدراسات الاشعاعية بالاشعة المقطعية لقيت يا جماعة ان في توسع في الفراغات اللي بتحتوي على السائل الدماغي، وان عند الناس اللي عندهم نحافة شديدة او اللي عندهم فقدان شهية، ودي يا جماعة الفراغات دي بتعود لطبيعتها بمجرد ما الانسان يرجع يزيد في الوزن تاني.
كمان يا جماعه ليه ان الانتقالات، سواء انك انت تغير المدرسه بتاعتك، تغير بيتك، تغير وظيفه جديده، واحد كان في علاقه وفكها، مرض او وفاه احد الاشخاص القريبين، من العوامل البيولوجيه والنفسيه اللي بتاثر على مرض فقدان الشهيه. كمان في عوامل اجتماعيه يا جماعه بتؤثر جدا انك الانسان يتصاب بفقدان الشهيه، زي مثلا وجود، يعني انت شايفين المجتمع دلوقتي تلاقيه في وجود ما يشجع السلوك الاجتماعي. طبعا انتوا شايفين مقاييس الجمال دلوقتي، فيتخذ الانسان النحافه والتمارين الرياضيه كنمط ممتاز للحياه، وانه يقلد المشاهير من الناحيه الجسمانيه، خاصه لو كان المشهور ده او الناس اللي عايز تقلده حد يكون نحيف. كمان في بعض المهن اللي بتتطلب النحافه، زي انتوا شايفين العارضات بتاعت الازياء والعارضين الازياء، مضيف الطيران، لاعبي الباليه، بعض الالعاب الرياضيه اللي ما بتتحملش زياده الوزن. كمان الجو الاسري المتميز يا جماعه، ان هو يكون فيه اجواء غير محببه واجواء عدوانيه، بتخلي الانسان يدعو نفسه للانعزاليه وقله الشعور بالتعاطف، وبالتالي ما تلاقوش ليه نفس ان هو ياكل اي حاجه خالص، ويصاب بفقدان الشهيه. طيب يا دكتور، في عوامل نفسيه ممكن تاثر ان الانسان يتصاب بفقدان الشهيه؟ ايوه يا جماعه، عندنا الناس اللي هي ما تقدرش تستقل بسهوله عن الوالدين، خاصه الام. في ناس تلاقي شخصيتها مرتبطه بالام. ده يا جماعه في ناس بيجي لها ضعف في العظام، فتبقى العظام بتاعته هشه ونحيفه بسبب فقدان الوزن ونقص المواد الغذائيه زي الكالسيوم، وتلاقيها بتعاني ان درجه حرارتها على طول نازله، في تورم في رجليه، انخفاض دائم في ضغط الدم، تغير الشعر، في امساك شديد جاي له، فيضطر ان هو كمان يستخدم الحاجات المنينات بكثره، فبتغير له من درجه حموضه الدم. كمان الناس اللي بتتبع نظام غذائي لدرجة ان هي تجوع نفسها، الجوع يا جماعة بيأثر على المخ وبيسبب تقلبات مزاجية كتيرة وبيسبب قلة التفكير. كمان يا جماعة الناس اللي بيجيلها امساك بكرر وبتستخدم مضرات البول وبتستخدم الحقن الشراجية، بتسبب مشاكل في تغيير درجة حموضة الدم وما يتبعه من مشاكل اخرى. كمان من اسباب فقدان الشهية يا جماعة بيبقى في مزيج من العوامل الحيوية والنفسية والبيئية. زي حيوية زي ايه يا دكتور؟ حيوية ان في تغيرات جينية عند كل شخص بتخلي بعض الاشخاص اكثر عرضة ان هم يتصابوا بمرض فقدان الشهية. البيئي زي لسه ما كلمتكم من شوية، ان تعالوا بص على الثقافة الغربية الحديثة بتؤكد على النحافة، وبتقول وتحس ان النجاح والأهمية مرتبطة بأنك أنت شخص تكون نحيف، خاصة ما بين الفتيات الصغيرات، ده خلاص ارتبط في دماغ معظم الناس بالطريقة دي. فقدان الشهية أنا بعتبره من ناحية الإرادة نوعين. فقدان شهية لا إرادي، يعني شعور الشخص دائما بعدم الرغبة في تناول الطعام. إرادي ده بيبقى الشخص متعمد ان هو ما ياكلش بهدف انه ينقص وزنه، وده بيؤدي الى اضطرابات نفسيه خطيره. طب يا دكتور عايزين نحل المشكله دي تبع انهي طبيب؟ المفروض ان مشكله فقدان الشهيه تختص تبع علم النفس والطب النفسي، تمام؟ النوع بتاعها من الامراض بعتبره عرض وظرف فسيولوجي. طيب ايه هو سير مرض فقدان الشهيه، او هل هو مؤثر في الحالة أو نسب الوفيات نتيجة فقدان الشهية؟ عايز أقول لكم إن دي حالة مرضية بتتسبب سنويا بوفاة نسبة 1% من الحالات اللي بتصاب بفقدان الشهية، ودي نسبة طبعا ما بيستهانش بيها. كده يا جماعة احنا لمينا كل حاجة عن أسباب فقدان الشهية. الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن فقدان الشهية عند الأطفال، هنتكلم عن علامات فقدان الشهية، يعني امتى اقول ان الراجل ده عنده اعراض فقدان الشهية، وايه هي الاعراض سواء كانت بسيطة، ايه الاعراض او العلامات المرضية الاشد خطورة، او بعد كده نقدر نعالج ازاي فقدان الشهية. كل ده ان شاء الله هنعرفه الحلقة الجاية. لو عجبتنا الحلقة دي يا جماعة ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. ويا ريت يا جماعة ما ننساش تشير القناة لكل أصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا لكم، كنتم في قناة الصحة والتخسيس، وكان معكم دكتور حنس حشمة. ألف سلامة.